الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنزل القرآن وأنزل معه البيان، وأصلي وأسلم على صاحب الذكرى سيد الخلق حبيب الحق محمد اللي يسمع الصلاة على الرسول. يا إخواننا وأخواتنا، سعادة الأستاذ أمجد المسلماني الأخ العزيز والقريب إلى القلوب، ومن ميزة نوابنا السابقين أنهم يغيبون، ولكن أبا زيد ما غاب ولن يغيب، فأهلا وسهلا. كما وأكرر ترحابي وتقديري لسماحة الدكتور الشيخ زيد إبراهيم زيد الجيلاني، وهو من تعرفون، وأبوه رحمه الله من تعرفون، فأهلا وسهلا بكم في هاتين المناسبتين عظيمتين الفضيلتين، وأرجو أن لا أخطئ في اللغة. نبدأ بالسلام الملكي ونستأنف برنامج الحفل ونأسف للتأخير. يقرأها على أسماعكم الطالب عمر العملي، وهو من أوائل المتسابقين الذين فازوا بمسابقة إذاعة حياة FM، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنادي شباب الحسين نرحب بهذا الجمع الطيب. في ظلال هذه الذكرى في 9/11/2019
كنا نحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي ذكرى أجمل من ذكرى ميلاد الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ بعد أقل من يوم احتفل الشعب الأردني، ونسأل الله أن تستمر الاحتفالات، بعودة أرض أردنية إلى حياض المملكة الأردنية الهاشمية في 10/11/2019. وأتأمل ويتأمل الحاضرون جميعا في مثل العام القادم في مثل هذا الوقت أن أقف أنا أو غيري لنحتفل بمولد الرسول وبعودة القدس الشريف إلى حياض الأمة الإسلامية. اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، أبوه رحمه الله كان مدافعا منافحا، عاش ومات ولم ينقص على عقبيه. هو ابن الشيخ المجاهد الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني رحمه الله رحمة واسعة، أبو الطيب. والطيب لا ينجب إلا طيبا، ولن يقول لن أقول هذا الشبل من ذاك الأسد، فهذا الأسد من ذاك الأسد، إن دكتور زيد كبر إنه يكون شبل يعني ما شاء الله. معكم الليلة وفي نفحات نبوية، نفحات نستمدها من البقورة والغمر، أراضينا التي عادت إلينا، وإن شاء الله ستعود باقي الأراضي إلينا رغم أنف العدو ومن شايعه وسالمه. أترككم مع هذه النفحات الإيمانية الجهادية وحديث الروح للروح وسماحة الشيخ الدكتور زيد إبراهيم زيد الكيلاني، فليتفضل مشكورا. السابق والأسبق، فهو دائما سابق في الخيرات كما يعلم كل الحاضرين، نحسبه والله حسيبه، وهذا ما رأيناه كثيرا في هذا المكان. أشكر لكم جميعا هذه الدعوة فردا فردا، وبالنسبة للصغار فهذا أجمل صوت في هذه الحفلات، صوت الأطفال وهم يضحكون أو يبكون فهو صوت محبب، فما في أي حرج بهذا الصوت أبدا، لأننا نحب وجود أبنائنا وبناتنا ومعنا ليعتادوا هذه المجالس. وأعتذر عن التأخير، التأخير سببه أنه الأخ خليل الترتير بتابع البرنامج كما يقول، وبعرف أنه البرنامج من 6 للـ7، فاعتقدت أنه الحفلة على 7، فقدمنا البرنامج 10 دقائق، لكن قال لي البرنامج 6:30، فأنا أعتذر جدا، ووقتكم مقدر وانتظاركم على رأسي، فكل الاعتذار لكم. أما موضوع مجلسنا وكلامنا، فنحن نحتفل بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحتفل بالذكرى العطرة مع فرح عم المملكة الأردنية الهاشمية، مع فرحنا باستعادة الباقورة والغمر للسيادة التامة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة ملك البلاد. وفرحنا هنا يكمن لما يلي: إحنا جميعا منعيش أننا على موعد مع نصر الله ومع استعادة المقدسات، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اللهم اجعل لنا من هذا الوعد أعظم نصيب. وهذا الوعد الإلهي له مبشرات، له مقدمات نستذكرها الآن في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما علاقة مولد النبي صلى الله عليه وسلم باستعادة الباقورة والغمر بأملنا أن النصر قريب وأننا سنصلي في المسجد الأقصى محررا بإذن الله تعالى؟ ما العلاقة؟ خلينا ننتقل ذهنيا
لسنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الصغير فينا قبل الكبير يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وأنا أحب التبسط بالكلام، سامحوني، بحب كلامي يكون يعني بهذه الطريقة، اعذروني. عام الفيل، لو انتقلنا بهالمجلس وقعدنا ننظر إلى الجزيرة العربية، إلى أرض الحجاز في عام الفيل، سننظر إلى 60,000 مقاتل جاءوا من أرض الحبشة، معهم أعتى الأسلحة في ذلك الزمان الفيلة، معهم انتماء سياسي قوي جدا لأنهم محسوبون على الدولة الرومانية، لأنه أبرهة الأشرم يدين بالولاء للدولة الرومانية، أقوى دولة على الأرض في ذلك الزمان، وأبرهة الأشرم متحرك نحو بقية باقية من دين سيدنا إبراهيم، بناء حجري فيه تصدعات اسمه الكعبة يكاد أن يهدم، يريد أن يردم ويهدم هذا البيت وأن يسويه بالتراب. فلو نظرنا إلى ذلك الحال نطلع نقول والله بعض قبائل العرب حاولت التصدي لأبرهة الأشرم فأبادها، البعض الآخر كأبي رغال قال خليني أدل أنا على الكعبة وأكسب عنده مكسب ومقعد ونصيب. أبو رغال هو الذي أخذ يدل أبرهة على الكعبة. لو نظرنا إلى حالي أبرهة الأشرم والكعبة والدين في ذلك الزمان منقول خلاص آخر معلم من معالم التوحيد وآخر دلالة من دلالات النبوة تكاد أن تسوى بالتراب، وها هي الفيلة وها هي الجيوش على باب الكعبة، صح ولا لا؟ فهل يمكن أن يصدق مصدق إن قال هل تصدق أن دعوة إبراهيم سيولد مجددها هذا العام؟ تقول له يا ابن الحلال أنو دعوة إبراهيم؟ كعبة إبراهيم بدها تنهدم خلص. هنا فجر الأمة إذ يولد مع مولد النبي صلى الله عليه وسلم. جد النبي الرجل المكرم عبد المطلب علم أنه لا قبل له بأبرهة، فدخل عليه عبد المطلب كان يطعم الحجيج، فأبره ظنه جاء عبد المطلب للمحاورة فأكرمه قال له ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال أريد أنت أخذت سطيت على إبل إلي. قال له والله أنت كنت في نظري معظما، كنت أظنك جئت لتناقشني حول كعبتكم، أما الآن أنا جئت لأهدم كعبتك وأنت تسألني عن الإبل. عبد المطلب يعلم أنه لا قبل له بأبرهة وأنه لا قبل لأبرهة بجند الله، فقال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم توجه عبد المطلب وأسند يديه على باب البيت وقال يا رب إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. وأرسل الله الطير الأبابيل وعاد أبرهة مهزوما منكسرا. ولم تنتهي الحكمة هنا بل بدأت. الله سبحانه وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم حيث يجعل رسالته، من حيث ماذا؟ من حيث ذات النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث المكان، من حيث الزمان. فعاد أبرهة مهزوما وأمر الله أن يولد مجدد دعوة سيدنا إبراهيم في ذات العام الذي ظن فيه ظان أنه قادر على كعبة سيدنا إبراهيم. أمر الله أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تضيء بمولده بلادنا بلاد الشام لتستمر هذه الأنوار إلى اليوم، ولنستعيد في ربيع الأول أرض الباقورة والغمر، لنعلم وليعلم العالم كله أننا لم ننس عهدنا مع الأقصى، ولنردد محتفلين في زمن وفي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الربيع الحبيب
أن نستعيد ذكراك كل عام عيدا. إن في القدس والشآم وبغداد وعمان أمة لن تبيدا، أمة تعشق الجهاد وتأبى في طريق النبي إلا خلودا. هذا الذي نجدده بيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده، أننا على موعد مع النصر، وأننا نتعاهد حب الأقصى جيلا فجيل. إن نسيتم أذى العدو هلكتم، فتواصوا بالقدس جيلا فجيلا، وازرعوا القدس في القلوب حتى تجد القدس للخلاص سبيلا. كلما ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما صلينا عليه تذكرنا معراجه الشريف، وتذكرنا وراثته صلى الله عليه وسلم، وتذكرنا الدور المشرف الذي يقوم به أردننا وصاية وولاية. ونقول الباقورة والغمر اليوم، وغدا نقول الأقصى بإذن الله تعالى، وإن غدا لناظره قريب. وهذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد، بلاد الأردن، أن تكون دائما أردننا يا غابة الأسد يا موئل الأبطال للحشد. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم نجددها في قلوبنا، ونتواصى بالقدس وتتعلق القلوب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتفل بذكراه ونجدد البيعة له، أننا على طريقك يا رسول الله وعلى عهدك يا رسول الله. نسأل الله تعالى أن يجعل بلدنا الغالي، أردننا الغالي، من أهل قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونحن نعيش في ظلال الأمن والإيمان، نسأل الله أن يتمم لنا نورنا وأن يبارك لنا بأمننا وإيماننا، والحمد لله رب العالمين. إني سألت الشعر أن يتعطفا، فأجابني هيهات أن أتوصفا. اليوم
فيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة ملكوتنا لتشرفا يكفيه أن البدر يكسف نوره يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف والله لو جد العباقر كلهم والله لو جد العباقر كلهم في وصف أوصاف له لن يوصفا والله له قلم الزمان والله له قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. أنا وما زال أحد الأخوة بالخارج يقول لي قاعة أمجد المسلماني التي يستقبل فيها المناسبات والزوار تكلف ما يزيد عن 100,000 دينار سنويا وهذه سبيل مفتوحة. خلال شهرين لم ينقطع العزاء في هذه الصالة أدام الله عليكم الأفراح. طبعا كلنا شوق لسماع سعادة نقول النائب يا أبو زيد من مرة الخمس سعادة الأخ الحبيب النائب إن شاء الله رب العالمين قدر نستمع إلى كلمات قصيرات من سعادة النائب إن شاء الله أمجد المسلماني فليتفضل مشكورا. نائب نحن من نعمل الكرسي الكرسي لنعمل نحن دائما نقول قاعدة وهذه هي الكلمة اللي دائما بتكلم فيها سواء النائب أو مش نائب ما راح تغير هو أمجد المسلماني كما عرفتوه من 7-8 سنوات تقريبا. أتوجه بالشكر إلى إدارة نادي شباب الحسين وإلى السادة أعضاء اللجنة الثقافية متمني لكم كل التوفيق. استظل أمتنا بذكرى عطرة مولد نبي الرحمة والإنسانية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد كان عيد ميلاد الرسول الكريم في فترة ساد العالم فيها الظلام فجاء النور النبوي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانت الرسالة الإسلامية للإنسانية كافة رسالة نشر فيها العدل والتسامح والرحمة ولا تفرق بين البشر على أساس اللون أو جنس أو لغة. ستبقى قيم رسولنا الكريم ورسالته خالدة ومنارة للعالم ينهل منها المبادئ العدل والرحمة وقدوة مباركة لنصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالم. نحن في أردن بني هاشم أردن آل البيت نفتخر بقيادتنا الهاشمية التي حملت رسالة الإسلام والتسامح إلى جميع أنحاء العالم ووقفت في وجه من يحاولون
تشوي صورة الإسلام، وجهت أفكار التطرف والتعصب والتي لا تمت الإسلام بصلة. السيدات والسادة الكرام، بجهود قيادتنا الهاشمية، بجهود قيادتنا الهاشمية فزعنا حقوقنا من المحتل، واستعد كل ذرة من تراب الوطن فراغا من الضغوط الكبيرة. لا ولم تقبل قيادتنا التنازل عن أي حق من حقوق الأرض. هذا هو جلالة الملك عبد الله. الضغوط الضغوط التي واجهها جلالة الملك، كلنا نعلم علم اليقين ماذا واجه جلالة الملك. واجه الكثير والكثير، وضع اقتصاديا، وضع تآمر الأمة الإسلامية كلهم تآمروا عليها، ما ضل ولا دولة في العالم إلا تآمرت على الدول على الأمة الإسلامية. فأقول بإذن الله سوف ننتصر، وبعون الله سوف ترجع فلسطين بهمة الشباب هذول الأطفال اللي هم جاد. ولم نقبل قرارات الظلم التي تحاول سرقة حقنا في فلسطين وفي القدس الشريف. فلا سلام بدون قدس، ولا سلام بدون عودة الحق الفلسطيني إلى أهله. وسينتصر الحق بإذن الله. ونقول لكم بإذن الله إذا ضلينا نحكي عن فلسطين راح ترجع فلسطين غصبا عن الراضي والزعلان. وأنا بحكي لكم بغض النظر، نتكلم عن فلسطين ما نتكلم عن فلسطين، فلسطين سوف تبقى فلسطين، وبإذن الله سوف تتحرر. رضي من رضي وأبى ومن أبى، ومش عاجبه يروح يشرب بحر غزة. هذه هي فلسطين. فلسطين بدها ترجع، وبإذن الله إذا ما رجعناها إحنا أطفالنا، وإذا ما رجعوا أطفالنا أبناء أطفالنا. فلسطين احتلت مئات السنوات ورجعت إلى أهلها، وبإذن الله فلسطين راح ترجع. أنا ما بعمل دعاية انتخابية للعلم لأني لم أتاجر بقضية الفلسطينية، ولكن حقنا أن نتكلم عن فلسطين لأن هذه بلادنا. يعطيكم العافية وأخوي أشرف أخوي عناد على جهودك الطيبة، وبإذن الله بكرة للعلم بعد بكرة إحنا طالعين زيارة إلى الباقورة حتى تشير بدعي لربنا إنها ترجع فلسطين وترجع القدس بإذن الله وبعون الإخوان. ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر كل من حضر.